السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي في الله، مرحبا بكم مع أم نبراس. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة جديدة. هذه الوصفة يعني شحال من وحدة تحبها وتحب تتبعها وتشوفها. وصفة اليوم اللي هي وصفة تساعد على الحمل، أو اللي أي وحدة تعاني من تأخر الإنجاب أو تعاني من العقم أو عندها أي مشكلة في يعني في الإنجاب، إن شاء الله يا ربي يا ربي تكون هذا الوصفة بمثابة علاج ليها وفتح خير عليها وعلى عائلتها كامل، ويفرحها إن شاء الله بأولادها. ما نطولش عليكم في هذه الوصفة. وش رايحين نحتاجه؟ رايحين نحتاجه في الوصفة نتاعنا هذه، نحتاجه إلى عشبة أم الجلاجل. عشبة أم الجلاجل كما راكم تشوفوا فيها اللي هي هذا الحب، هذا الحب اللي داير كي القصبر، يعني حب هاد العشبة تاع أم الجلاجل تجي هكا الحب. كاين اللي يسميها أم الجلاجل، كاين اللي يسميها كف مريم، كاين اللي يسميها الفقد، وكاين اللي يسميها الأرثد. المهم هادو الأسامي تاع هاد العشبة. كاين اللي تقول لي كيفاش هادي يسموها كف مريم، كاين بعض العشابين يسموها كف مريم، بصح ماهيش نفسها كف مريم اللي هي هذيك العشبة اللي تجي كي الكف، مش نفسها، هذه وحدها وهذيك وحدها، لكن تقريبا في العمل ولا في الـ عفوا النتائج تقريبا نفسهم النتائج اللي راح تديرهم هذه العشبه وعشبه كف مريم. لكن كاين اللي سميها هذه ايضا كف مريم. واش نحتاجه؟ ايضا نحتاجه الى عسل حر، من الاحسن ان يكون عسل سدر، عسل لازم يكون حر حر، يعني مش عسل عادي، عسل حر. من الأحسن أنكم تستخدموا عسل السدر. ونحتاج أيضا إلى ياغورت اللي حبة عسل أو ياغورت، لكن راح نوري لكم كيفاش راح نستخدمهم. وقبل ما نستخدموا نوري لكم الوصفة أو الكيفية كيفاه نخدموا الوصفة نتاعنا، راح نعطي لكم الفوائد تاع عشبه هذه، عشبه ام الجلاجل. عشبه ام الجلاجل يعني عندها شحال من فائده، يعني كثير من الفوائد، منها انها تنشط عمل المبايض لدى النساء، عندها ايضا انها تحارب العقم وتعين ايضا على الحمل كما قلت لكم، تزيد من اضرار الحليب، يعني اي وحده عندها مشكله في الحليب عشبه ام الجلاجل تعينها على انها تزيد لها الحليب. يعني كيفاش تستخدمها هذه تاع الحليب؟ بعد ما تولد المراه دير 10 ايام، بعد 10 ايام تستعمل هذه الوصفه اللي راح نديرها لكم، راح تزيد لها الحليب. ايضا تقوي العضلات نتاع الرحم وتزيل الامساك، يعني اللي عنده الامساك ايضا تزيل هذه العشبه الامساك، وكذلك تمنع حدوث تليف الذي يحدث في عضلات الرحم، يعني التليف اللي يجي في عضلات الرحم ويمنع الحمل هي تمنعه. تمنع ايضا الاجهاض، اي وحدة معناها دارتها وخافت كذلك انها تجهض، يعني اي وحدة ديما تجهض في الحمل نتاعها كي ديرها راح تتخلص من الاجهاض ان شاء الله. تحبط عمل الهرمون المنشط للغدة الدرقية. الناس اللي عندهم غدة درقية والغدة الدرقية تاعهم خلتهم ما يجيهمش حمل او تمنع الحمل نتاعهم، هذه الوصفة باذن الله راح تضعف هذيك الهرمون وتخلي يحدث حمل بإذن الله. وأيضا في الأخير تعالج حب الشباب، يعني عندها اللي يشربها أكيد راح تعالج له بإذن الله، بإذن الله حب الشباب. بالنسبة للآثار جانبية ما عندهاش لحد الآن، يعني بحثت وما لقيتش آثار جانبية للعشبة. كيفاش رايحين نستخدموها؟ راح تجيبي العشبة تاعك هذه، نجيبوا العشبة تاعنا ننقوها من هذا كامل الأعواد وهذا الدبابيس وهذا كامل الشوائب، ننقوها من الشوائب. نجيبوا الحبوب تاعنا، كي نجيبوا هاد الحبوب واش رايحين نديروا لهم؟ رايحين ننقوهم ونرحوهم، لازم نرحوهم يعني نفرموهم فرم ناعم. بعد ما نفرموهم فرم ناعم نخلطوهم مع العسل الحر. كي تخلطيهم مع العسل الحر راح نعطيكم النسبة، 100 غرام من العشبة هذه تاع أم الجلاجل مع نص كيلو من العسل الحر، 100 غرام مع نص كيلو. إذا كان عندك رطل من العسل الحر راح تديري له 50 غرام من العشبة، المهم تكون مرحية منقية ومرحية. كذلك كاين اللي ما عندوش العسل ولا غالب ما قدرش على العسل، يجيب يقدر يدير
مغرف مرحية من عشبة أم الجلاجل، يديرها مع علبة ياغورت ويأكلها لمدة 3 أيام. كيفاش تتاكل هاد العشبة؟ قبل ما نروح لهاد العشبة، يعني كيفاش تاكلوها وكتاش وكذا، راح نفهمكم. يعني في هاد العشبة السعر نتاعها راهي هنا عندنا 200 ألف، 100 غرام ب200 ألف، 100 غرام ب200 ألف. هذه راهي 100 غرام راح تجيكم يعني كمية مليحة. نشكر العشاب عامر قويدري اللي يعني راهو يزود فيا بالأعشاب، يعني ما شاء الله كي تروحوا يعني غير روحوا له وانتم مهنيين ومغمضين عينيكم ما شاء الله، قولوا بعثتنا أمني براسه بإذن الله رايح يتهلا فيكم. يعني عنده الاعشاب هادو كامل نقيه، وحاجه دوريجين وحاجه تصلح، يعني مش من الحوايج اللي يجيبوها لكم يعني فاتت عليها ولا يعني كلش عنده ما شاء الله. المحل نتاعو في حوانت السبيطار، يعني قداش واحده تسقسيني من وين راكي تجيبي في الاعشاب، وهادو راني ديما نشري فيهم من عند محل قويدري اللي في حوانت السبيطار في النزله. المهم كيفاش رايحين تستخدموها؟ لازمني تتبعوني مليح كيفاش رايحين تستخدموها. هذا الاستخدام اللي راح نقوله لكم اليوم راهو خاص فقط للمرأة، ماهوش خاص يعني للرجل ولا. راح ديريها هاد العشبة، راح تبدي بعد ما تخلطيها في العسل وباش تبدي تاكلي، راح ديريها لمدة 10 أيام، يعني في الشهر الأول نهار اليوم اللي تجي فيه العادة الشهرية نبدأ ناكل في العشبة تاع أم الجلاجل المخلوطة بالعسل. يعني نهار الأول جاتني فيه الدورة الشهرية نبدأ ناكل مرة صباح ومرة في المساء ومرة في الليل. في اليوم الثاني ناكل مرة صباح ومرة في المساء ومرة في الليل لمدة 10 أيام. يعني حتى لو كانت الدورة الشهرية تجيني لمدة 5 أيام ولا تجيني لمدة 3 أيام ولا 7 أيام، المهم لمدة 10 أيام. وكتاش يبدو هاد 10 أيام؟ يبدو من أول يوم تجي فيه الدورة الشهرية. وكتاش تاني للمدة؟ كذلك بالنسبة للمدة، تؤكل هاد العشبة لمدة 3 أشهر. ناكل 10 أيام في الشهر الأول ومن بعد نحبس إذا حدث حمل بها ونعمت. إذا لم يحدث حمل نعاود نفس الطريقة ثاني في الشهر الثاني من أول يوم تجيني فيه الدورة، وأنا نبدأ ناكل 3 مرات في النهار حتى يكملوا 10 أيام. من بعد نتوقف، كي نتوقف إذا جاء بعدها حمل بها ونعمت. إذا لم يحدث حمل نواصل للشهر الثالث، نبدأ أيضا ناكلها لمدة 10 أيام من أول يوم تجيني فيها الدورة حتى يكمل 10 أيام إذا حدث حمل بها ونعمة. إذا لم يحدث حمل نعاود نتوقف فقط لمدة 3 أشهر. ندير 3 شهور وأنا ندير في هذه الطريقة 10 أيام 10 أيام 10 أيام. من بعد نتوقف مدة لمدة شهر أو شهر ونص أو شهرين، إذا لم يحدث حمل نعاود. يعني ما نديروش 3 شهور من بعد 3 شهور وستة وخمسة كذا مع بعضها متواصلين، بل نديرو 3 شهور مع بعضها، إذا لم يحدث فيهم حمل نحبس مثلا لمدة شهر، من بعد نعاودو 3 شهور واحدة أخرى. هذه بالنسبة للوصفة تاعنا اليوم اللي أيضا ما عندهاش مثلا ياغورت، تقدر تديرها مع كاس حليب دافئ إن شاء الله. إن شاء الله تلقوا فيها نتيجة ومدابية تكونوا استفدتوا كامل من هذه الوصفة. راح نحط لكم الصور تاعها كما راكم تشوفوا، هاي هي الصورة تاعها اللي حب يصورها ويديها للعشاب. هذه هي الصورة تاعها. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من وصفتنا اليوم، وإن شاء الله يا رب يرزق كل محروم اللي راه يتابع فيا. اكتبوا لي في التعليقات من أي دولة راكم تتابعوا فيا، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا جميعا. دمتم في رعاية الله وحفظه، في الملتقى إلى في وصفة أخرى إن شاء الله. سلام.